لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد في عالم الرياضة. يلاقي فريق الرجاء الرياضي مستضيفه نادي فيبرز الأوغندي، وذلك في الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات ضمن مسابقة دوري أبطال أفريقيا. ويذكر أن فريق الرجاء الرياضي ضمن التأهل إلى ربع نهائي عصبة الأبطال، حيث يحصل المركز الأول ضمن مجموعته بـ 12 نقطة. وسيبحث فريق الرجاء عن مواصلة النتائج الإيجابية بعصبة الأبطال، وذلك عندما يحل ضيفا ثقيلا على نادي فيبرز الأوغندي. وتقام المواجهة بين كلا الفريقين اليوم السبت انطلاقا من الساعة 17 بتوقيت المغرب، وذلك لحساب الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات بعصبة الأبطال. للإشارة، المواجهة بين كلا الفريقين ستنقل على قناة بي إن سبورتس الرابعة بشكل حصري.